انا بس اقضى شويه طلبات لزوم البيت، قلت اشتري الجرانين بالمره واشوف كاتبين ايه على اللي عملناه في الضابط. لقيتهم كاتبين ان الضابط مات وابوه اتصاب. طب الراجل الكبير اللي بيقولوا ان ابوه، وانا شفت انه اتصاب، لكن الضابط مات ازاي؟ مات من خضه؟ انت ليك نفس تهزر؟ امال التهم يعني؟ حاجه تبرجل العقل. انا سابه زي الجن، كان متخرشم بس كان بيجري ورايا لحد الاوضه اللي دخلتها ونطيت من شباكها. مش يمكن تكون طلقه صابته في مقتل وانت مش واخد بالك في الهرتكه اللي انت كنت فيها ديت؟ قاعد يعافر حلاوه روح يعني. ها؟ مش عارف. مش عارف اصدق كلام الجرايد ولا اصدق عناية ولا ايه النظام؟ على رايك حاجه تخلي العقل يشت. شوف يا بلاطه، انا بلغت انه فارق. طلع فارق بجد، يبقى لسه لينا عيش مع الناس دي. البوليس بقى طلع عامل لعبه يشربوا بقى، انا مالي؟ وانا زي ما لغيتك انا ماشي في السكه التانيه اللي لغيتك عليها. سكه الغندور فتحي؟ الله ينور عليك. ولحد ما يبان انا الداغي اللي بان، انا مبلغ فرار وبعس على فتحي وعلى سككه لحد ما اوصل له ويلاقيني فوق دماغه واملكه واطلعه اخي بخلق الله قدام الجماعه اللي مالين ايديهم منه، وبعدها اخلص منه القديم والجديد.